اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاخير في هذه الحلقه بعد مباراه النادي الاهلي وسان داونز الجنوب افريقي في دور الثمانيه وخروج النادي الاهلي من هذه البطوله. دكتور احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله تمام حضرتك. ايه رايك في المباراه من ناحيه الارقام والاحصاءات النهارده؟ تمام. في البدايه طبعا انا شايف ان الانتصار الحقيقي هو جمهور النادي الاهلي طبعا. جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما بيثبت ان هو دايما كان في بعض المقوله تطلع يقول لك احنا بنشجع الاهلي عشان خاطر هو بيكسب. لا، النهارده النادي الاهلي بيثبت، او جمهور النادي الاهلي بيثبت عكس ده. بيثبت للناس كلها ان احنا النادي الاهلي وراه دايما معاه على الحلوه وعلى المره. جمهور النادي الاهلي بيدي درس لجميع الجماهير يعني على مستوى القاره كلها، ان انت ازاي تساند فرقتك. وحتى في بعد ما خلصوا ده، بعد ما خلصوا التحيه قالوا لهم الدوري يا اهلي، الدوري يا اهلي. خلاص عارفين ان في هدف جاي، عندنا طموح جاي للدوري، سواء بطوله راحت قدموا اللي عليهم بصراحه النهارده بشكل يعني كان كويس. تحيه برضو للاعيبه النادي الاهلي على القتال وعلى الروح اللي لعبوا بيها، يعني رغم ان هم ما صعدوش الا ان هو القتال والروح والارقام بتاكد الكلام ده. يعني النهارده لما يخرج رجل المباراه دينيس اونيانجو كرجل المباراه بتسعه سيفز، تسع انقاذات، ده بياكد ان اللعيبه ان احنا رحنا كتير على الجون. يمكن احنا رحنا عملنا 28 محاوله منهم 11 اون تارجت، هم عملوا خمس محاولات بس منهم اثنين اون تارجت، ده دليل ان احنا رحنا. لكن كان في بعض الاسباب زي سوء التوفيق، غياب التوفيق. لما تروح 28 محاوله وتجيب هدف ده برضو من الحاجات. تاني حاجه الحكم، الحكم كان سيء جدا، حكم حجم لعيبه النادي الاهلي بشكل ملحوظ، ده رقم واحد. رقم اثنين الهدف التسلل اللي هو بتاع اجايي، غير يعني تسلل غير صحيح على الاطلاق، ومعانا الصوره يعني بالكادر بتاع الصوره بتاع التسلل، يعني هدف صحيح 100%. غير الهاند بول، ضرباتك كان في الاهلي، النادي الاهلي كان ليه ضربه جزاء على الاقل من الهاند بول اللي جوه منطقه الجزاء. غير الوقت بدل الضايع، غير الانذارات. انا قوي يعني انت سيبك من كل ده، تعالى بقى على الانذارات. تخيل لما فرقه بتلعب بره ملعبها ما تاخدش ولا انذار، ولاعيبه النادي الاهلي اللي بيلعبوا على ملعبهم ياخدوا ست انذارات. رقم اثنين الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني. يمكن اللعيبه صن داونز، واحده تاني بس قول الكلام ده تاني معلش. يعني فرقه بتاعه صن داونز بتلعب بره ملعبها ما خدتش ولا انذار للاعيبه صن داونز. يمكن اللعيبه اللي عندهم لا يستحقوا انهم ياخدوا انذارات، يعني كل اللعبات اللي كانت التاكلينج والفاولات ديت ازاي؟ يعني كل الفاولات ده المخالفات، هم عاملين 24 مخالفه ما ياخدوش ولا انذار ازاي يعني؟ ازاي؟ دي حاجه غريبه جدا. لعيبه النادي الاهلي ست انذارات، ده رقم واحد. رقم اثنين الهدف التسلل من الحكم. رقم ثلاثه بيحجمك، بيديك فاولات من حته بعيده والحته القريبه مفيش. برضه يعني انا مش عارف ايه بكاري جسامه ليه زعلان من النادي الاهلي، مش عارف يعني. برضه ظلمنا في ماتش الوداد، مش عارف ايه علاقته بالنادي الاهلي. انا مش عارف تحديدا. في برضه معايا مفاجاه، الوقت بدل الضايع. يمكن انا حسبتها، الوقت بدل الضايع للاعيبه صن داونز في الشوط الثاني ضيعوا كام ثانيه؟ 364. ده الوقت اللي هم ضيعوه، غير التغييرات، غير الحاجات الثانيه، غير الفاولات. الوقت اللي هم ضيعوه 364 ثانيه، ست دقائق في الشوط الثاني. الحكم حسب كام؟ أربع دقائق. ست دقائق غير الثلاث تغييرات لكل فرقه، قول 7 8 دقائق، يعني 8 دقائق. الحكم حسب 4 دقائق، 4 دقائق من 8 دقائق، يعني نص الوقت غير الانذارات. انا مش عارف بصراحه ايه علاقه بكاري جسامه ليه زعلان من النادي الاهلي، مش عارف يعني. انت خسرتنا قبل كده الوداد، والنهارده في اسباب اكيد، ان سوء التوفيق ممكن يكون، كانت التغييرات تكون احسن من كده شويه، لكن الحكم برضو بيحجمك. يعني انا كان عندي امل في الشوط الثاني ان احنا ممكن نرجع بالجون اللي هي لغاه، كان ممكن تبقى 1-0 مثلا في اول 5 دقائق الماتش يتقلب. لكن انا مش عارف بكاري جسامه لغة. ضربه الجزاء التي لم تحتسب لوليد ازار، وضربه الجزاء يعني في ضربه جزاء، في هاند بول، في فاولات تحكم، يعني ايه بيحجمك بالفاولات ديت، في الجون التسلل اللي اتلغى، في وقت بدل ضايع ما حسبوش. حكم غريب جدا، لغز. علاقه بكاري جسامه بالنادي الاهلي علاقه لغز بصراحه. نيجي بقى للاعيبه النادي الاهلي والافضل النهارده. يمكن الافضل النهارده بالتقييم بالارقام يعني احمد فتحي وعلي معلول، الاطراف عملوا مباراه نموذجيه. سواء احمد فتحي للامانه او علي معلول، لو بصينا على ارقامهم هنلاقي ان احمد فتحي لعب 90 دقيقه. كان هي معموله في صوره مقارنه كده، احمد فتحي لعب 90 دقيقه، علي معلول لعب 90 دقيقه. احمد فتحي عمل الاسيست الهدف. بص حضرتك على عدد العرضيات، في فرق ممكن تلعب 5-6 ماتشات ما يعملش العدد ده من العرضيات. معلول عامل كام عرضيه؟ 20 عرضيه، رقم كبير جدا. منهم 25% صحيح، يعني ربع العرضيات بتاعته كانت صح. احمد فتحي عمل 16 عرضيه بنسبه دقه 43.75%، يعني نسبه دقه عاليه. الاثنين صنعوا 3 فرص، لكن احمد فتحي بيتفوق ان هو صنع الاسيست. احمد فتحي برضو راح على الجون 3 مرات،
معلول راح الجون مره واحده، دقه تمريرات فتحي 82%. هو في الاول شويه كده ضيع منه كام تمريره وبعد كده بقى افضل، ودقه تمريرات معلول 79%. تمام، نيجي لمعدل برضو قطع الكرات، معلول قطع الكوره 9 مرات، فتحي قطع الكوره 6 مرات. ده برضو من الحاجات اللي هي الاثنين دول بصراحه يستحقوا يعني التقييم. احنا قلنا رجل المباراه دينيس اونيانجو من سان داونز، وده بياكد ان احنا عملنا مباراه كبيره لان احنا رحنا على الجون 28 محاوله. اما بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي الابرز فيهم تقييم يعني بالتقييم احمد فتحي وعلي معلول بعد كده يعني. بالارقام طبعا. يجي بعديهم على طول رمضان صبحي، حتى المدرب بتاعهم موسيماني اتكلم دلوقتي على رمضان صبحي، قال ان هو لعيب مميز جدا وبالاختراقات، وده فعلا لو بصينا على الارقام رمضان صبحي هنلاقي ان هو رمضان لعب 90 دقيقه. في حاجه مهمه قوي في رمضان ان هو فاز بثمان التحامات ثنائيه، رقم مميز قوي، نسبه فوز الالتحامات بتاعته 67%. رمضان مهاري في الدريبل يعني مميز قوي، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، عامل 7 مراوغات، راح على الجون 5 محاولات. يمكن المباراه الوحيده او الاولى لرمضان صبحي منذ قدومه للنادي الاهلي في يناير اللي يعمل 4 محاولات صحيحه على المرمى. كنا دايما بننتقد رمضان بايه؟ ان هو ما بيروحش على الجون، ما بيشوطش على الجون، دايما يرقص. لا النهارده بيمسك الكره كتير، بيمسك الكره كتير. النهارده شاط 4 محاولات صح من 5، ده رقم كويس جدا. دقه تمريراته 78%، هو صحيح انن في بعض اللقطات يعني، بس هو محاولاته على المرمى كتير، 5 النهارده بنسبه دقه 80%. دقه تمريراته 78%، صنع فرصه وقطع كوره 4 مرات وعمل عرضيتين، فرمضان يستحق يعتبر ثالث اعلى تقييم. نيجي بعد كده بقى يعتبر للهداف او اللي راح على الجون كتير جدا. مين؟ وليد ازارو. وليد ازارو طبعا النهارده قدم برده مباراه كويسه، يمكن هو احرز هدف، اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى وليد ازارو، عمل 8 محاولات، والرقم دوت ما عملوش من السنه اللي فاتت، من ايام ما كان موجود كابتن حسام البدري على فكره. مع وليد ازارو عمل 8 محاولات على المرمى بنسبه دقه 50%، يعني 4 محاولات من 8 صح. فاز ب6 التحامات، كان بيلتحم، كان بيقاتل، كان عنده الروح وليد ازارو بصراحه. حصل على خطا، دقه تمريراته 87.5%. فيستحق ان وليد ازارو يمكن رابع اعلى تقييم فيهم مع فتحي ومع معلول ومع رمضان. برضو الشناوي لو علقنا عليه، برضو الشناوي خرج من مرماه 7 مرات لابعاد هجمه بشكل صحيح، يعني بيسهل على الدفاع بتاعه ان هو بيطلع وياخد الكوره. ده يمكن الشناوي. ياسر ابراهيم برضو قدم مباراه كويسه نوعا ما. ايمن اشرف هو خامس افضل لاعب في المباراه بالارقام، هو اكتر لاعب قطع كوره 22 مره، اكتر لاعب عامل تاكلينج، عامل 5 تاكلينج، عامل 3 عرضيات رغم انه رغم انه مساك. الراجل كان بيستخدمه ساعات ان هو بيزيد شويه فبيعمل عرضيات. ايمن اشرف عمل برده مباراه كويسه جدا. اتكلمنا على معلول واتكلمنا على فتحي. عاشور عمل تمريرات كتيره جدا. عمرو السوليه طبعا راح على الجون 3 محاولات منهم الكره اللي جت في القايم، وده برده اللي بياكد ان احنا النقطه اللي اتكلمنا فيها اللي هي سوء التوفيق، قلنا يمكن الاسباب سوء التوفيق برده. رمضان صبحي اتكلمنا عنه. حسين الشحات النهارده انا حاسه ان هو كان افضل للامانه، يعني هو ممكن ارقامه بتقول ايه؟ ارقامه بتقول ان هو عامل 5 عرضيات، راح على الجون 2 مرات، 2 محاولة صحيحة من 2 بنسبه دقه 100%، عامل 2 مراوغات ناجحه، قطع الكوره 5 مرات. يمكن حسين الشحات افضل من طبقا للمباريات، الارقام طبقا يعني في المباريات السابقه، طبقا للمباريات السابقه احسن، لكن هو لسه يعني لسه محتاجين برضو اكتر من كده بكتير، عايزين حسين الشحات يرجع للمستوى اللي احنا عارفينه. اجايه النهارده برضو كان اقل من مستواه بكتير شويه، يمكن هو ما راحش على الجون ولا مره محاوله صحيحه، ده يمكن وصنع فرصه وحيده. اجايه النهارده يمكن ما كانش في حالته. قلنا ازارو عمل 8 محاولات. مروان لما نزل فرق ليه؟ احنا قلنا في الارقام ان معلول وفتحي عاملين رقم كبير، يعني عاملين 20 و16 عرضيه، فلما بتنزل مهاجم بيفوز بالالتحامات الهوائيه ومروان عنده مثل القطع على القائم القريب، بالتالي مروان ظهر، الفرقه شكلها اتحسن بشكل كبير جدا. ناصر ماهر يمكن نزل متاخر قوي، عمل عرضيه واحده ومحاوله واحده. صلاح محسن برده ليه محاوله واحده. يمكن دي ابرز ارقام لعيبه الاهلي. انا وجهه نظري الاسباب زي ما قلنا، الحكم زي ما اتكلمنا قلنا ان كان في ضربه جزاء، قلنا ان كان في هدف تسلل ملغي، قلنا اضاعه الوقت دوت اللي هو ما يعني كان في 364 ثانيه 6 دقائق ودقيقتين تغييرات يعني 8 دقائق ما حسبش الوقت بدل الضايع، ما اداش ولا انذار للاعيبه سان داونز، وده سؤال لغز يعني الحكم بكاري جسامه وعلاقته بالنادي الاهلي، علاقه غريبه قوي. ده من ضمن الاسباب. قلنا رقم 2 بنفس طريقه اللعب كمان، خد بالك يعني هنا الكره بلاش اي حاجه، هي الكره الاخيره اللي احمد فتحي بيعدي، قام اللاعب واقف قدامه وحاطط رجله عشان ما ادالوش انذار حتى.
ما هو في حاجه غريبه يعني بكاري جسامه بصراحه. على فكره الحكم ده كان الغريب ان هو كان من افضل حكام افريقيا في بدايته، بعد كده جه من سنه 2014 الكيرف بتاعه عمل كده مش عارف ليه، حاجه غريبه جدا يعني. المفروض الحكم مستواه بيزيد، ده جه في مباراه الوداد ظلمنا، ظلمنا ظلم باين يعني، والنهارده بياكد الكلام ده يعني. في فعل يا ريت بعد كده نطالب بعدم ان هو يحكم مباراه للاهلي يعني. ده بالنسبه للحكم. في بعد كده بقى برضو من ضمن الاسباب قلنا سوء التوفيق، رحنا على الجونر 28 محاوله، وده برضو على فكره لاسارتي عامل 28 محاوله، دور المدرب ان هو يوصل اللعيبه للجون، عامل 28 محاوله. يمكن انا اللوم الوحيد بس على لاسارتي هو التاخير في التغييرات طبعا كلنا بس كلنا يمكن انا كنت شايف ان انت ممكن في مباراه زي دي تعمل مغامره شويه يعني. المدرب دايما في المباراه تبدا تغييراتك بدري وتعمل مغامره وتطلع باك ليفت زي ما كان مانويل جوزيه بيعمل مع حضرتك ايامكم، كان مثلا يطلع احمد السيد ويقوم منزل مهاجم، يطلع باك ليفت وينزل مهاجم. دي حته المغامره دي اللي كانت ناقصه بس ان انت بقى تطلع ارتكاز تاني تكتفي بواحد وتنزل مثلا مهاجم تاني زي مروان. دي الحته اللي كانت ناقصه، كان ممكن ان هي يعني تخلي النتيجه مثلا 3 مع الاخطاء اللي حصلت من الحكم او 4، او ان انت تقدر ترجع. ده يمكن ابرز النقاط اللي انا شايفها يعني. بالنسبه لفريق سان داونز اعتقد ان هو ادى مباراه دفاعيه بحته من كل الجوانب. هو بالنسبه لموسيماني جاي النهارده عامل دفاع منطقه، غير الطريقه زي ما اتكلمنا قبل الحلقه قبل الاستوديو، قلنا ان هو هيلعب بثلاثه ارتكاز، استخدم مانيزه، يمكن هو سيرينو نقطه القوه عنده غايبه، فاستخدم اوبا مانيزه، ده كان بيلعب في اورلاندو اللي هو عنده 30 سنه، استخدمه كمهاجم بيلعب تحت راس الحربه، وبعد كده في التغييرات في الشوط الثاني سحب كل المهاجمين وراح مدافع بايه؟ بمدافع ثالث، وحول الطريقه لايه؟ لخمسه اربعه واحد. ايوه فكانت مباراه دفاعيه، هو كان خايف جدا من النادي الاهلي، والحظ والحكم وسوء التوفيق بصراحه ساعده يعني. الحكم وتالق حارس المرمى نعم. يعني موسيماني النهارده ارقامه يمكن هو النتيجه في المباراه الاولى بصراحه يعني برضو النتيجه في المباراه الاولى لها نتيجه المباراه الاولى طبعا برضو من العوامل ان انت 5-0 دي صعب قوي ان فرقه ترجع يعني بتبقى من ضمن المستحيلات. ولكن برضو الحارس الصوره برضو بتاعت ضربه الجزاء دي لو موجوده معاك يا سمير لو سمحت حطها لنا، التسلل اللي معانا والتسلل انا اسف اللي بتاعت جونيور جاي مهمه جدا برضو هي. ايوه هي. بص حضرتك زي ما حضراتكم شايفين ايه الفاتح والجامد، الكره طالعه من رجل رمضان وزي ما حضراتكم شايفين الشراب الاصفر ورا الشراب الاحمر، وبالتالي الايد هي اللي اوف سايد بس، والايد لا تحتسب تسلل، وبالتالي هدف صحيح 100% لصالح النادي الاهلي، تم الغائه بداعي التسلل. ولكن للاسف الشديد الهدف ده بقى لو حد شايف ده في الدقيقه كام يا جماعه او في الثانيه في اول الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني 47 او 48 فكان بدري جدا، اعتقد كان هيبقى له تاثير في ان النتيجه ترتفع يعني، ممكن نكون نكسب 2 أو 3. ولكن قدر الله ما شاء فعل بعد هذه المباراه. حبينا بس برضو نوري لحضراتكم وهي باينه كمان الفاتح والغامق يعني، هو الحكم لو بيبص على الخطوط الخط الفاتح والخط الغامق، فباين الاثنين واقفين اصلا فين، في الفاتح والغامق مفيش حد واقف فيه. فدي يعني باينه قوي بصراحه، كان هدف كان ممكن يرجعك بدري للمباراه. مظبوط. عموما في النهايه قدر الله ما شاء فعل خرج النادي الاهلي من البطوله الافريقيه، وبعد اداء من وجهه نظر الجميع اداء مشرف في هذه المباراه السابقه، كل اللوم على الجهاز الفني واللاعبين كان في المباراه السابقه. النهارده الحقيقه لاعبين ادوا بشكل جيد، الجهاز الفني ادى بشكل جيد من وجهه نظر البعض، برضو البعض معترض على الا في قصه التغييرات كانت لازم تبقى بدري عن كده، او المجازفه تبقى بدري عن كده شويه. عموما انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله القادم دائما يكون شكرا يكون. وتحيه كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي على المؤازره والمسانده، وان شاء الله كده دايما ورا الفرقه، وان شاء الله يكون الدوري هو الهديه بتاعتهم باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انتهت البطوله الافريقيه، خلال الفتره القادمه النادي الاهلي سيركز في الدوري العام المصري، نتمنى يا رب كل التوفيق. اخيرا برضو زي معظم الناس اللي كانت موجوده، انا بشكر جمهور النادي الاهلي شكرا جزيلا على ما فعلوه منذ نهايه المباراه السابقه وحتى الان. يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو حمى النادي الاهلي، وهو السند الحقيقي للنادي الاهلي بعيدا عن اي رياء واي نفاق. حضراتكم انتوا السند الوحيد والسند الحقيقي في كرة القدم في دولة الأهلي الحقيقة، ودولة زي ما حضراتكم عارفين أن النادي الأهلي لا يستحق الحقيقة إلا مساندة جمهوره، لأن اللعيبة النهاردة عملت اللي عليها وأكتر بزيادة. النهاردة الحقيقة من وجهة نظري اللاعبون يستحقوا كل التقدير وكل الاحترام، وجه التقدير والاحترام باللقطة
اللي كانت دايما بنوريها لحضراتكم خلال الاستوديو بالكامل، لقطة تحية الجمهور لكل اللاعبين. شكرا لجمهور النادي الأهلي، شكرا للاعبين، شكرا للجهاز الفني. نتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله. إن شاء الله المباراة القادمة هتبقى مباراة النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز يوم الخميس القادم. خلال هذه الأيام سوف نكون معكم خلال الفترة القادمة من ملعب الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما يظل النادي الأهلي فوق الجميع.